هاليلويا، مبارك أنت يا سيد الرب. خلينا نفتح كلنا مع بعض كتبنا المقدسة إلى إنجيل لوقا والإصحاح الخامس ابتداء من الآية 36. وقال لهم أيضا مثلا، ليس أحد يضع رقعة من ثوب جديد على ثوب عتيق، وإلا فالجديد يشق والعتيق لا توافق الرقعة التي من الجديد. وليس أحد يجعل خمرا جديدة في زقاق عتيقة، لألا تشق الخمر الجديدة الزقاق فهي تهرق والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة فتحفظ جميعا. ولا أيس أحد إذا شرب العتيق يريد للوقت الجديد، لأنه يقول العتيق أطيب. مبارك اسم الرب، أمين. خلينا نصلي. أيها المبارك القدوس ربنا يسوع المسيح، نحن نشكرك يا سيد الرب لأنك تريد أن تتكلم إلينا من خلال الآيات اللي سمعناها، وتريد يا رب أن تكلم كل واحد فينا لتجعل منا إنسان جديد باسم الرب يسوع المسيح، أمين أمين. يسوع بقول في الآية 36، ليس أحد يضع رقعة من ثوب عتيق، رقعة من ثوب جديد على ثوب عتيق، وإلا فالجديد يشقه، وإلا فالجديد يشقه والعتيق لا توافقه، بل يضعون ثوبا جديدا وخمرا جديدة في وعاء جديد. يعني الرب بقول باللغة الدارجة، ملكوت الله ما بينفعش تلزيق وتقطيب، ما بينفع بملكوت الله في رقعة صارت نيجي يعني خزق بالبنطلون نيجي نرقع. بقول لك إذا بتجيب بنطلون قديم ترقع بشقفة قماش جديدة، شقفة القماش الجديدة صامدة أكتر، هاي بتسبب إنها تمزع القماش القديمة. إسا بحكي من زمان مش زي اليوم، بس شوي يجي غبر على بنطلون ابنك أو ابني بيروح بيشتو غيره، كان يلبس البنطلون 14 سنة ما كانوش يغيره، يعني يخلص البنطلون يعطوه للأخو الأصغر، يخلص البنطلون للأخ الأصغر، سير بنطلون على اسم العيلة يمكن جدك لبسه يوم من الأيام. هيك كان من زمان مزبوط، مش زي اليوم. عشان خلص الموديل أو شافوني بالسهرة بالفستان حقه 3000 شكل، السهرة الجاية لازم أشتري كمان 3000. لا مش كان، ما كانش الوضع هيك. كان الوضع إنه الناس كانت تحافظ على ملابسها لدرجة أمرات بيشتغلوا بالحقل، بيشتغلوا بالزراعة، بيشتغلوا وين ما كان يكون، أمرات هالتوبة ده كان يتلف، فيضطروا يجيبوا رقعة ويخيطوها. ولكن مع الوقت هاي الرقعة الجديدة من مادة جديدة كانت هي نفسها تسبب انه الثوب كله حتى يخرب، لانه هي بعضها قوية والثوب عتيق. والعكس صحيح، قال لما كنت يعملوا خمر ما بينفع اجيب خمر جديد نحط طب الزق او زقاق قديم، لانه صار تعبان والخمرة الجديدة فيها تفاعلات كتيرة فممكن يتفجر الزقاق. وكأنه الله بقولنا حياة الإيمان ما بتنفع تكون حياة ترقيع، حياة الإيمان لازم يكون فيها شيء جديد من الأول للآخر، من الأول للآخر. وهي الفكرة إنه نحن لازم نكون رجال ونساء جداد في الرب. هذا موضوع كلمة الرب لإلنا. تعرفوا الكتاب المقدس بيحكي عن نوعين من الناس، شخص واحد بيسميه الإنسان العتيق، وشخص آخر بيسميه الإنسان الجديد. تعالوا نشوف إيش بعلمنا الكتاب عن هذول الاثنين. افتح معي رسالة روميا والإصحاح السادس، تعالوا نقرأ مع بعض رسالة روميا والإصحاح السادس. شوف شو الآية بتقول هناك. شوفوا الآية 30. أم تجهلون أن كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته؟ فدفننا معه في المعمودية للموت، حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب، هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. في جدة الحياة يعني الحياة الجديدة.
الكتاب بخبرنا المعمودين احنا كمسيحيين نتعمد، ولكن بقول العماد هو مش عشان اذا متت تروح على السماء. العماد مش اذا انت مش مسيحي تصير مسيحي. العماد هو رمز انه نحن مندفن زي ما يسوع دفن وقام بجسد ممجد بالمعمودية، نحن دفننا معه للموت. يعني سهيل القديم، انتبهوا، سهيل القديم مات الله يرحمه، يدفن في المعمودية، ولكن لازم يقوم شخص جديد في الحياة الجديدة. إذن إنسان قديم بيقوم بيموت، وإنسان جديد بيقوم حتى يحيا حياة جديدة. الله بيدعونا أن نحيا حياة جديدة. مشكلتنا نحن الناس أمرات كتير منتعمد، وحتى منصير نحضر كنيسة أو منصير نرنم ونعمل فعاليات، ولكن بعد الإنسان القديم بعد ما مات بعده عايش. نحن معنا هوية إنسان جديد، مننتبه لمكان مفروض يكونوا جماعة جداد، ولكن حياتي مش جديدة، حياتي مش جديدة. وعشان هيك بقول أنا لازم أموت مع المسيح وأدفن بالمعمودية، أو المعمودية رمز، حتى لما أقوم إلى حياة جديدة. شوفوا الآية 5، لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته. شايف هذا شبه التشبيه مظبوط؟ شو هو شبه موته؟ هي المعمودية. إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضا بقيامته. إذن المعمودية بس مش مجرد نتحد مع المسيح إن نموت، إنما لازم نتحد مع المسيح حتى نقوم. وهي دعوة الله لإلنا ولإلك يا أخ، إنك إذا أنت قررت تتبع المسيح في الموت عليك أيضا تتبعه في القيامة، وهذا أهم بكتير. لأن الإنسان اللي بيموت بيضلوا ميت، نحن ما بدنا أموات في الكنيسة، ولكن الله بيبحث عن أحياء يحيوا حياة جديدة في المسيح يسوع ربنا وشعب الرب. إيش يقول؟ آمين آمين. إذن في حياة وفي قيامة. شوف آية 6، عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه. كيف بده يموت سهيل أو يوسف أو روح القديم؟ بده يصلب. إحنا بالمعمودية بنموت، بس أول إشي لازم نصلب عشان نموت. يعني مش بس يسوع صلب، الله بيدعينا حتى نصلب هذا الشخص اللي اسمه الإنسان العتيق. ليه لازم يصلب؟ الإنسان العتيق لما يصلب يبطل جسد الخطية. هذا الإنسان العتيق، تصرفاتنا، أفكارنا، الطريقة اللي كنا نفكر فيها، الشهوات اللي كنا نركض وراها، القرارات اللي كنا دائما نسعى حتى نحصل عليها، والأمور حتى تتوقف وجودها من حياتك، لازم تشيب فادي وتحطه على الصليب. إنسان على الصليب ما بعود يهمه لا بيوت ولا سيارات، ولا بده يتجوز، ولا بده يخلف، ولا بده يأكل لحمة، ولا بده يعمل شيء. إنسان على الصليب بقول أكم من ساعة وراح أموت. تستغربوا؟ يسوع دعانا حتى نحمل الصليب. كتاب المقدس بقول من أراد أن يأتي ورائي فليحمل صليبه أولا ويتبعني. شو يعني يحمل صليبه؟ الإنسان إذا كنت تشوف شخص في هذه الفترة وقت الحكم الروماني حامل صليبه وكأنه بقول أنا رايح أموت، هذا معناه كان يحمل المجرمين صلبانا. عن شاك يسوع حمل الصليب لأنه عملوه زي مجرم، أخذوه من المحكمة للجلجثي حامل الصليب، وكل الناس هنا كانت تبكي والنساء كانوا يبكوا لأنه عرفوا أنه هذا الشخص رح يموت. مستحيل نحن نحيا حياة للرب كل ما الإنسان العتيق ما انصلب.
والله بده ايانا نصلب هذا الانسان العتيق حتى يبطل جسد الخطية، الاطباع القديمة، الافكار القديمة، الشهوات القديمة. أقول انساننا العتيق قد صلب معه، ساعتها لما يصلب هذا رح يموت معه بالمعمودية، وساعتها رح يقوم الى حياة جديدة. امين. هذا الانسان العتيق بخبرنا الكتاب المقدس في رسالة كورنثوس الثاني الإصحاح 5 وعدد 17 بقول إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، الإنسان العتيق قد مات، اليوم جديد. شوفوا أفسس 4:22، أفسس 4:22 نحن عم نحكي عن الإنسان مين؟ العتيق. الإنسان العتيق بقول أن تخلعوا، شوف تخلع من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور. إذن تخلع يعني تشلح، تكون لابس شيء، لازم تيجي تخلع عنك الإنسان العتيق. هذا كيف الإنسان العتيق؟ تصرفاتنا السابقة، هذا كان إنسان فاسد، إنسان يحيا بحسب الشهوات والغرور. ولكن شايفين الإنسان العتيق حتى نبعد عنه، حتى نخلص منه لازم نخلعه، حتى نخلص منه لازم نخلعه. والكتاب بخبرنا إنه هذا لما منخلع من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق، إذا أمرات تحيا مع الرب بتشوف إنه تصرفاتنا بعد كما كان يتصرف الإنسان العتيق، هذا علامة إنه بعده ما مات. مزبوط؟ إذا حياتك وحياتك بتورجي إنه أنا ما زلت بتصرف بحسب الإنسان العتيق، هاي برهان إنه بعده ما مات، بعده ما حمل الصليب، بعده ما دفن في المعمودية. يا أخوتي المعمودية ما بتغير الإنسان، هذا الرمز اللي بيغير وبيجدد الإنسان وبيصنع منه إنسان جديد هي عمل الروح القدس، كلمة الله في القلب. المعمودية هي رمز لأنه احنا بندفن ومنقوم. ولكن تعرفوا واحدة أساليب التعذيب اللي كانوا الرومان يستخدموها من زمان، كان يحطوا واحد بالحبس ويحطوا حتى جتي، يحطوهن بأوضة واحدة، يحطوا حتى جتي ميت، وهذا الميت مع الوقت تبدأ تطلع ريحته، مع الوقت يبدأ يتعفن، مع الوقت يبدأ الدود يطلع، مش يوم واثنين، أشهر. لدرجة بهاي الأوضة الصغيرة اللي كانوا يحطوه فيها، هذا أشد أساليب التعذيب، كان المرض والموت اللي بهذا الجتي كان ينتقل للإنسان العايش ويموت. الإنسان العتيق إذا بضلك بمحضره، ضلك عايش معاه، الموت اللي فيه رح يقتلك. سامع؟ إذا ما منخلص من هاي الجت اللي اسمها الإنسان العتيق المفروض يكون قد مات. ها؟